انا اسمي سلوى، عندي 29 سنة، من المعصرة. في مشاكل بيني وبين طليقي حاليا. دلوقتي انا عاملة تمكين، والمفروض كان 11/9 كان في تنفيذ واتأجل لدراسة. ليه المشاكل من امتى؟ احكي لنا من البداية بس، تعرفتوا على بعض ازاي من الاول؟ هو جاري في الشارع اللي ورايا، ساكن في الشارع اللي ورايا، اتقدم لي من 4 سنين واترفض، وبعد كده رجع اتقدم تاني. عشان هو اترفض عشان كان في قصة كده ان هم كانوا مصورين واحدة، و المهم فتعرفت ارجع لك تاني واتجوزت بعد 4 سنين. بعد ما اتجوزتي بقى ايه اللي حصل بقى؟ ضرب، طعن في شرفي، تشهير بيا. ضربك ليه بقى اول مرة؟ ضربني عشان هو ما اعرفش، انا ما اعرفش، عشان هو كان بيقول ان انا كاتبه قايمه كتيره يعني وكده، واتكلم عليا كلام وحش وسوق سمعتي. قال ان انا لما بدات ارفع القواضي عليه وكده، قال ان انا بتاعت محاميين. قلت رديت عليه بقى لما اتهمك الاتهامات دي؟ ما عملت له زي جنحه مباشره كده، وخد فيها غرامه. تمام. لان المحامي، لان هو هدد المحامي بتاعي. طيب سيبك من التهديد، خلينا في المهم. بعد ما خدت حكم، ايه العلاقه بينكم بعدها بقى؟ ما حاولش ان هو يصالحك؟ لا، هو كان طول الوقت يهددني ان انا لو نفذت عليه الاحكام هياخد الولاد مني وهيمسكوني ويضربوني في المنطقه. حاليا التهديدات دلوقتي ان انا لو رحت بالتمكين ستات البيت هتمسكني تضربني وهيكسروا عينيا. بس مش عارفين ايه بيقول لي. لو جيتي بالتمكين عيال برجاله بحريم هيضربوكي. طيب مفيش حد حاول ان هو يتدخل ويحل المشكله بينكم؟ لا، كان في ناس بتحاول تتدخل ما بيننا، لكن هو كان يفضل يظهر ان هو كويس وان هو عايز يحل، وبعد كده يقول لا انا مش هاجي القعده ومش هديها حقوقها، وتلف تاني على المحاكم. خليها تلف. توأم اتنين. ولاد ولا ولد وبنت؟ لا، ولدين. عندهم كام سنة دلوقتي؟ عندهم 3.5. بيقدروا ان هم يتكلموا او بيتكلموا؟ عارفين باباهم فين وعارفين المشاكل اللي بينكم، ولا ما ياخدوش بالهم حاجة؟ هم يعني في الاخر خالص لما خدهم وكده بدأوا يتعرفوا عليه وبدأوا ان هم يبقوا معاه وكده يعني. لكن هو حاليا دلوقتي ما بيسألش عنهم خالص. لما خدتهم الحمد لله خدتهم. هو خدهم منك ازاي بقى؟ هو انا ما كنتش موجوده في البيت وهو خدهم. جيت خانق مع ماما وقعد يقول لها العيال ومش عارف ايه، فامي خافت راحت اديته العيال. تمام. طيب لما بعد كده خدت الاولاد منه تاني، قلت لي انك بتتلقي تهديدات من مصادر غير معروفه وارقام غير معروفه. بيقولوا لي ايه بقى؟ يفضل يقول لي لو جيتي بالتمكين هنضربك. هضربك في الشارع بعد ما القوة تنزل هضربك. يعني انت خدت حكم لك بالتمكين؟ والمفروض ان حكم لي 11/9 وتأجل الاسبوع الجاي. المفروض الاسبوع الجاي عندي تمكين، وانا خايفة اروح. لا، احنا بنثق ان في اجهزة. يا رب، انا بتمنى والله.